فتحت البوابات على بركة الله لتنافس جياد عمر ال4 سنوات في الشوط السادس على كأس وزارة الخارجية على مسافة ال2000 متر، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. 3 رؤوس تتنافس على هذه الكأس بعد انسحاب الجواد خابر من هذا الشوط. مذواد ومطالب وأسد مكنون يبدأ الانطلاق، كما نتابع مشاهدين الكرام مذواد في المركز الأول ومطالب من الخارج في المركز الثاني، أسد مكنون في المركز الثالث مع الخيال أحمد الشايع، مذواد ومطالب مع عثمان رشيد، وأسد مكنون مع صالح الشايعي. مذواد في المركز الأول، أسد مكنون يأتي إلى المركز الثاني، ومطالب في المركز الثالث في شوط مسافة ال2000 متر على كأس وزارة الخارجية من الداخل. كما نتابع مذواد في المركز الأول، باللهوم في المركز الأول مع خياله أحمد الشايع، وأسد مكنون في المركز الثاني مع خياله صالح الشايعي، ومطالب في المركز الثالث مع خيال عثمان الرشيد. تقترب الجياد من اجتياز علامة 800 متر، ومذواد في المركز الأول بطول كامل الآن، طول ونصف الطول في المركز الأول. مذواد في صدارة هذا الشوط، المركز الأول تأخذ الجياد المنعطف الأخير لها في هذا الشوط ليشهد تنافس على كأس وزارة الخارجية. مذواد المرشح لهذا الشوط يبتعد بالصدارة، والمركز الأول مع بداية الخط المستقيم والاقتراب من ال200 متر الفاصلة، مذواد يقود الجياد متصدرا بفارق كبير من الأطوال وبفوز صريح للغاية على كأس وزارة الخارجية. يسجل باسم الجواد مذواد، ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني كما نتابع للجواد مطالب، والمركز الثالث لأسد مكنون.